اسمع شوق، يكون في معلومك، انا مش عايزاك تاخده بصدر حنايه، عشان تبقى فاهم لو خدته على كفوف الراحه انا هسيب لك المحل ده متطربق فوق دماغ صحابه. ايه رايك؟ ماشي يا دود ماشي. تحب كمان اول ما اشوفه اخلي العيال بتوع المحل كلهم يسلطنوه ويكلسوه بره؟ لا يا شوق، امي سلنسيب الراحه عليه، انا عايزاك تاخده بالهادي قوي 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 قوي، مش عايزاه يحس ابدا ان انا ورا الملعوب ده، عايزاه يحس ان انت واقف قدامه ومش قادر يا حرام تعمل له حاجه. هي حصه مراجعه في البرامج التعليميه؟ انا فاهمك فاهمك. عايزه ايه؟ انت عايزه تطرديه من غير ما يحس ان انت ورا طرده؟ ده لعبتي يا دودة، لعبتي اللي نشأت عليها. انا ياما طردت ناس بحنيه وبدل ما يدعوا عليا كانوا بيدعولي. تعجبني. طلع من بقك زي الكنتالوب. ما دام بقى عجبتك، ايه رايك يا دودة نخلي النقطه التلت ليكي والتلت للمحل؟ اخس عليك راجل بقى، مش عيب مش عيب يا راجل تبص للقمه اللي في ايد وليا؟ ايه خلي عندك شويه دم، وانك مني يعني جمالتك في اجريتي تقوم هوبا عايز تسف نقطتي؟ يكون في علمك يا شوقي لو بصيت للنقطه بتاعتي هكون مبززه لك حبايبي عينيك بصوابع دول. ايه رايك بقى؟ ايه انت يا دلال تبززي حبايبي عينيا بصوابعك؟ تبززي يا دلال، بززي يا اختي. انا بقول ايه؟ بقول انا النمره بتاع الواد لطفي هخليها زي ما هي. ايوه الواد طيب وما عملليش اي حاجه، زائد الزباين في الصاله بتتسلطن لما يمسك الطبله ويدق عليها، كل الصاله بتقوم ترقص معاه، وانا بقى شغلتي ارقص الزبون وابسطه على الاخر. بتروي دراعي انا يا شاوي؟ ماشي على راي المثل، اخر خدمه الغاز علقه. غز ما غزش انا بقى ما يهمنيش، المهم ان انا ما اكلش العلقه في الاخر. المحل مصاريفه كترت قوي وشرطه الاداب محوطاني. ايوه محوطاني، كل يوم جايين هنا في المحل عاملين عليا حركه التفاف وكماشه. انا بالشكل ده بيتي هيتخرب، بيتي هيتخرب يا دود. ولا ما يرضنيش ان بيتك يتخرب. اه لولاش انت كنت غالي عليا قوي ولا زلت. على العموم ماشي، انا عشان خاطر عيونك السود دول الدبالي هخليها النقطة النص بالنص، زيادة نكلة زيادة نكلة هتربعها على دماغك، سامع؟ تعجبيني. بقول ايه، اجيب بقى السوفت درينك وكم طبق الاورتفر؟ خليهولك، ما كنا كتبنا الكلام ده في ورق وبصمنا عليه. يا استاذ سعيد، في حاجة مهمة لازم تعرفها، الراجل مننا لازم يعيش في حاجة من الاتنين، يا إما بقلب واحد مع ست واحدة بس، يا إما عيش زي أنا كده. لا زيك أنت يا صديقي لا. أنت بصراحة مالكش زيي. أنت عايزني يا راجل أروح أتجوز كل شهر واحدة غير مراتي؟ أيوة يا أخي، في إيه يعني؟ إيه اللي هيحصل؟ إزاي الكلام ده؟ خلي بالك إحنا بنتكلم على سميرة. سميرة؟ أيوة هي سميرة، وانت سعيد، بس انت اسمك سعيد بس، انت لا انت سعيد ولا حاجة. لا معلش دي يعني تقدر تقول انها ظروف مرحلية، يعني كل انسان ممكن تعدي عليه ظروف بالشكل ده وبيبرأ منها، برضو ربك بيشفي. ايوة ما هي هتعدي وربك هيشفي، لكن لغاية لما تعدي هيبقى في جواك كده شرخ جرح، احساس بالهزيمة، احساس ان في حاجة انت كنت حاببها وعايز تعيشها وما عرفتش تحققها. صديقي يا عبد المعطي، الانسان ما يقدرش يعيش كل حاجة هو عايزها. ليه بقى يا استاذ سعيد؟ لان يا عبد المعطي في حاجات كتير قوي بتحكمنا، زي الاصول، المسؤولية، الالتزام. هنهرب من ده كله ونروح فين؟ أنا ما بنكرش صحيح إن أنا في يوم من الأيام يعني اتهزيت شوية وضعفت، لأني أنا حاولت إن أنا أكون زيك، بس ما سمحتش لنفسي بعد كده أبداً إني أنا أستمر في الحالة دي. أنا عايز أبقى نفسي سعيد،
سعيد أبو العزم اللي قابل سميرة مراته في يوم من الأيام، حبها وحبته، خاف عليها وحوط عليها وعلى كل الناس اللي حواليه. أما يفرحوا يفرح، أما يزعلوا يزعل، لأن الغلطة الكبيرة يوم ما حاولت أفرح لنفسي ولا أحزن لنفسي تعبت وتعذبت وتغربت. لا يا عبد المعطى يا أخويا، أنا فعلا ما أقدرش أبقى زيك. آخ يا أستاذ سعيد، أنا مش عارف هتصدقني ولا لأ لو قلت لك الكلام، بس بصراحة أنا كان نفسي أعيش زيك كده. كان نفسي أوي أبقى أب ليا أسرة وبيت وأولاد أروح لهم آخر النهار. لكن أعمل إيه بقى؟ عبد المعطي اللي جوايا رافض الكلام ده. عبد المعطي اللي جوايا ده مش مكفيني. أنا عايز أبقى علي وعباس وحسام وزيد وعبيد. عايز أبقى مليون راجل في راجل واحد بس. هو ده اللي أنا نفسي أعمله ومش عارف أحققه لغاية دلوقتي. بصراحة بقى يا أستاذ عبد المعطي، أنت فعلا مسكين، وإحنا الاتنين عمرنا ما هنبقى زي بعض أبدا، وبالتالي لا أنت مرتاح ولا أنا مرتاح. آخ يا أستاذ سعيد، يعني لما أنا مش مرتاح وأنت مش مرتاح، أمال مين في الدنيا اللي مرتاح؟ يا ريت نعرف، كنت دليتك عليه. أرجوك أنت ما شاء الله معارفك كتير، لو صدفك حد مرتاح يا ريت تعرفني بيه. طب وانا هعرفه ازاي ده؟ اما تدور انت بقى بمعرفتك. المرتاح ده هعرفه ازاي؟ وما المرتاحين دول بيبان عليهم. برضه مصمم انك تخرج؟ انا مش فاهمه، انا شفيت دماغي جايبها منين؟ يعني ايه يا ماما؟ يعني عايزاني اضيع مستقبلي؟ مستقبلك ولا صحتك؟ يا ماما انا عندي مستقبلي اهم من اي حاجه. طب عشان خاطري ما تتاخرش. حاضر مش هتاخر. انت بتاخدني على قد عقلي. امال اقول لك ايه بس يا ماما؟ طب احلف لي. ولازمته ايه بس الحلفان؟ لا انت مش عايز تريحني يا ماما. انا مش وعدتك اني مش هتاخر، الا بقى اذا حصلت حاجه تستدعي فعلا اني اتاخر. وعاوزني افضل كده قاعده على نار؟ نار ليه بس يا ماما؟ هو انا بوتاجاز؟ وبعدين هو انا الوحيد يعني اللي بتاخر؟ اشمعنى يعني عبد المعطي جوزك بتاخر بره؟ عبد المعطي جوزي؟ انا ببقى عارفه هو فين بالظبط. وانا يعني اللي مش عارفين ببقى فين؟ اما انا بذاكر عند اصحابي. ما هو لو صاحبك ده عنده تليفون كنت ارتاح. على العموم اطمني، هم مقدمين على تليفون هيركب ان شاء الله بعد 5 سنين. ماما من فضلك انا اتاخرت ولازم انزل دلوقتي حالا. سلام. 5 سنين؟ طب مع السلامه، خلي بالك من نفسك. ادخل. مساء الخير يا شوقي بيه. اهلا اهلا لطفي. لول دوما اربوا لي المطرب اللي على المرسح ده، لحسن بيناشز. الحمد لله على سلامتك ابو الالطاف. اتفضل استريح. انا متشكر جدا يا شوقي بيه على الورد اللي حضرتك بعته لي في المستشفى. انا بعت لك ورد في المستشفى؟ انا وانت كنت في المستشفى بتعمل ايه؟ هو حضرتك نسيت ولا ايه؟ انت مش لسه دلوقتي قايل لي الحمد لله على السلامه؟ اخ افتكرت. الواحد مش عارف مخه اليومين دول عامل ايه يا ابو الالطاف. انت فعلا كنت في المستشفى وانا فعلا بعت لك ورد، حتى بالاماره بوكيه ورد الاصفر ابو 100 جنيه. ال 100 جنيه مش مشكله، المشكله انت عامل ايه دلوقتي؟ انت كويس؟ انا الحمد لله كويس. انا نفسي اشتغل من الليله. ومستعجل على ايه يا ابو الالطاف؟ لا 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 انت لسه في فتره النقاهه، يعني لازم تاخد لك يومين تستريح فيهم وتبر نفسك باكلتين حلوين. الله، الطبله عايزه صحه. الشغل يا ابني مش هيطير، انما انت اللي ممكن تطير. يا شوقي بيه انا ارتحت بما فيه الكفايه، انا نفسي ارجع شغلي بقى. ما تتصورش الطبله وحشاني قد ايه. ده وانا في المستشفى كنت ناوي ابعت اجيبها واقعد اطبل عليها هناك. لا انت اتجننت. اه والله اتجننت. في واحد تعبان في المستشفى يجيب طبله ويطبل؟ انا اقصد يعني كنت عايز اقول لك انا كنت مشتاق للطبله قد ايه. مشتاق؟ ده لو مراتك ولا بنتك مش ممكن تشتاق لهم بالطريقه دي. واكتر يا شوقي بيه، واكتر. لا حول ولا قوه الا بالله. مالك يا حبيبي؟
ده انت يظهر خدت شومة على دماغك عملت لك ارتكاك تربانة. بقولك ايه، انت تنزل حالا دلوقتي تعمل اشعة مقطعية عشان تطمن. اطمن على ايه؟ تطمن على دماغك يا اخي. لا انا الحمد لله كويس قوي، انا هتجنن على الشغل. شفت شفت اهي كلمة هتجنن دي بقى مش مريحاني. المهم المهم هي فين دلوقتي؟ نفسي اشوفها، ما تتصورش وحشاني قد ايه. وحشاك؟ هي مين دي اللي وحشاك؟ الطبلة. الطبلة؟ والطبلة هتروح فين؟ ما انت هتلاقيها في المكان اللي انت حاطه فيها. انا كان معاد نمرت الساعة 11، مش كده برضو يا شوقي بيه ولا حضرتك غيرت معاد؟ انا عمري ما غير معاد، انا لغيت النمرة. لغيتها؟ لغيتها ازاي؟ اصلك انت ما تعرفش الورطة اللي انا كنت مورود فيها، انما كترت عندي قوي في المحل وشرطة السياحة انذرتني لازم اشطب المحل الساعة 3. طب اعمل ايه؟ لازم استغنى عن نمر كتير، منهم نمرتك يا ولداه. عارف ليه؟ عشان كل الناس قالت ان حالتك خطر ما يقوس منها، وانت عارف انا بعزك. اوعى تزعل يا لطف، انا بعزك وبحترمك وبجلك. عارف بجلك يعني ايه؟ بس اعمل ايه يا ناس غصب عني. انا كنت جاي وفاكر نفسي هشتغل من الليل على طول. ملحوقه، انا هعمل لك اوديشن عند واحد صاحبي في محل جنبينا هنا. بقول لك يا لطف، محدش ضامن الحياه من الموت. انت ليك عندي 200 جنيه ها؟ مش هخصم منهم ال 100 جنيه بتوع بوكيه الورد. لا انا بقول تعد عليا كمان يومين ثلاثه كده ادبر لك جزء منهم. وانا داخل المحل لمحت صورة دلال الرقاصة. هي بتشتغل هنا ولا ايه؟ طبعا دلال دي بقى بنت من بنات المحل. تعرف دلال دي بقى انا اللي مكتشفها، انا اللي مسلط الاضواء عليها. بس هي بقى ما كانتش مرتاحة في المحل اللي هي بتشتغل فيه، المرسح صغر عليها والفرقة بتاعتها كبرت وما كانوش بيدفعوا قوي. انما انا هنا بقى لطف عامل لها نظام ايه، بدفع لها الطقطق ايه، غير كده بقى بخليها تاخد تلتين النقطة، تلتين النقطة لها والتلت للمحل. شفت؟ شفت بقى انا بعامل الناس اللي بيتعاملوا معايا ازاي؟ شفت؟ الله، ما انت جربت. لا فعلا فعلا جربت. الكلام خدنا ونسيت اقول لك تشرب ايه. اجيب لك واحد سوفت درينك وكم طبق اورتفر. لا متشكر قوي يا شوقي بيه، شربت بما فيه الكفاية. على العموم ما تنساش تبقى سلم لي على الست دلال. سلام. بقولك ايه، ما تستنى معايا شويه وممكن تتفرج على نمرتها. جرى ايه يا شوقي بيه؟ ما انت عارف ان انا حافظ نمرتها كويس قوي. سلام عليكم. وصله وحاسب على دماغه يا لول. اي خدمه تانية يا عزمي بيه؟ لا متشكر. اخبار الشغل ايه؟ هايل يا فندم. والطلبيات بتيجي في ميعادها ولا بتتاخر؟ بتيجي بميعادها بالظبط زي الساعه. امال ما تمرش يعني؟ نعم. لا مفيش حاجه، شوف شغلك انت. عزمي انت متاكد من الكلام اللي انت قلته لي ده؟ عزمي انا عمري في حياتي قلت لك حاجه غلط قبل كده. يبقى الراجل ده مش ناوي يجيبها لبره، لازم اشده شده يحلم بيها العمر كله. ما هو ده اللي انا بعمله دلوقتي. صبرك بس انت عليا. ايه ده لطفي؟ معقوله ايه اللي رجعك بدري كده؟ يا ماما يا ماما لطفي رجع يا ماما. ايه الهوسه اللي انت عاملاها دي؟ لطفي رجع، لطفي رجع، رجع من بلد بره. انا ايه في ايه؟ مالك وماله؟ جرى ايه يا ماما؟ هو انت على طول في صفه كده من غير ما تعرفي انا عملت ايه؟ انا كل الحكايه سالته ايه اللي رجعه بدري. يرجع بدري يرجع متاخر، انت مالك انت؟ انا اسفه، انا يظهر ارتكبت جريمه لما سالته. وبعدين انا مالي يرجع بدري يرجع متاخر؟ بس انا ارجع وش الصبح. مالك يا حبيبي انت حاسس بحاجه؟ حاجه ايه بس يا ماما؟ امال رجعت بدري ليه؟ انا مش وعدتك. طب انت تعشيت؟ لا. طب احضر لك العشاء؟ لا يا ماما ماليش نفس، عن اذنك. هو ماله ده؟ يا خديجه. اميمه
بعد اذنك ممكن اقعد مع الولاد شويه؟ اصل انا ما شفتهمش بقالي زمان. انا حتى نسيت مين فيهم حسين ومين فيهم حسن. بقول لك ايه، ابعد عن ولادي، انت قميصك كله جراثيم وميكروبات. حاضر، انا بعيد اهو مش هتحرك خالص. ده حسن. ايوه. وده حسين. ايوه ده حسين صح. طيب ممكن بس خطي خطوه كده، بص يعني اقرب بس شويه. طيب حاضر، انا جاي وراك. طيب مامي. لا يا جدع، لا يا جدع، ما افتكرش ان دلاله يا ورا الموضوع ده. لا ده حتى كانت تبقى مبسوطه قوي لو انت اشتغلت معاها. يعني ما كانتش قادره مثلا يعني تضغط على صاحب المحل تخليه ما يلغيش النمره بتاعتي؟ يا لطفي يا لطفي، ما انت اللي ما اديتهاش فرصه وسبتها ومشيت. على العموم كويس انه لغى النمره بتاعتي من عنده في المحل، انا كمان ما كنتش عايز اشتغل معاك مكان واحد. اه كويس طبعا، ده حتى ما يصحش. وانت هتعمل ايه بقى؟ هعمل ايه يعني يا صفوان؟ هدور على اي شغل في اي مكان تاني. صعب، صعب قوي اللي انت بتقوله ده يا لطفي. وايه اللي صعبها بس يا صفوان؟ ايه اللي فيها يعني؟ مين اللي هيخليك تعمل نمره لوحدك على الطبله؟ اشمعنى يعني الاستاذ شوقي كان بيخليني اعمل نمره لوحدي على الطبله؟ طب الاستاذ شوقي ده راجل مهفوف، عجبته الفكره في البدايه فقال لك اعملها، لها مش جايبه همها، حط مكانها نمره تانيه. مش مهم، انا هشوف لي اي رقاصه تانيه واعك معاها، قصدي يعني اشتغل معاها. كل الرقاصات معاهم الطبالين بتوعها. طب ورير يا صفوان، انت مش قلت لي يعني ان هي معهاش طبال وعايزاني اشتغل معاها؟ يا لطفي يا لطفي، انت فكرك يعني هتفضل مستنياك كل ده؟ طبعا بعد ما عرفت انك انت في المستشفى رجعت للطبال اللي كان شغال معاها. طب وايه العمل دلوقتي يا صفوان؟ مفيش قدامك بقى غير انك انت تدور لك على واحده رقاصه لسه طالعه وايه ضاربها السلك وتشتغل معاها. بس ساعتها بقى حلو، مش هيبقى قدامك غير المحلات الوقيع، السكند هاند، وتفضل ملطوع لوش الفجر لحد ما يسمحوا لك بنمرتك، ولما تيجي تشتغل تلاقي كل الناس مش فاهمه اي حاجه وسكرت واتدرمغت ومبقتش عارفه بتتفرج على ايه. تفتكر انت يعني مش بتشوف الرقصات السكه لمؤاخذه بيعملوهم ازاي؟ طب انت ما عندكش حل يا صفوان؟ عندي، بس على شرط تسمعني لغاية الآخر وما تقطعنيش. هتقول لي دلال هقول لك لا أو ستين لا. ومين قال لك بس يا جدع إن أنا هقول لك على دلال؟ اسمعني بس، أنا قصدي تهتم بدراستك ومذاكرتك وتاخد البكالوريوس، وبعد كده بقى يبقى ربنا يسهلها على الشغل. يعني إيه يا صفوان؟ عايزني أسيب الطبلة؟ ما هو لو مش عايز تسيبها يبقى مفيش قدامك غير حل واحد. دلال مش كده برضه؟ أديك عرفتها لوحدي. انا مش قادر افهم انت غيرت رايك فجاه كده ليه من ناحيه دلال؟ مش دي اللي انت قلت لي عليها مجرمه وان هي اللي سلطت عليا الناس عشان يضربوني؟ مظبوط مظبوط يا ابو الالطاف، انا اللي قلت لك على كل ده. بس يا اخي اللي اقوله شرط اخره نور. ازاي يعني؟ يعني قبل ما تدق دقه معاها لمؤاخذه قول لها على شروطك. ما انت عارفها يا صفوان، ما انت عارفها يا اخي، عامله زي ابو اردان تتمسكن لحد ما تتمكن. يا اخي خدها بالسياسه، خدها بالسياسه. ما انت عارف الكوديانه بتحبك، يعني هتعمل لك كل اللي انت عايزه. يا اخي اتعلم بقى، اتعلم. خلاص خلاص بهزر، يلا بينا يلا بينا. قابلت كتير زرشوني عشان الارض حرير، وشفت كتير ولا شفت زي حبيبي امير. قابلت كتير زي حبيبي امير، شفت كتير ولا شفت زي حبيبي امير. ما مش رايده ما مش شايفه، ما مش رايده الا هو، ما مش رايده وما فيش فايده اهو، وما فيش فايده ما فيش فايده الا هو. سعفولو ايه بالبعض عشقاء بالقرب، عشقاء بالقرب عشقاء بالقرب، اوي زي العسل على قلبي، زي العسل على قلبي، زي العسل على قلبي،
من صغرنا حكايتنا عشنا مع بعضنا من حبنا يتعلم الطير مننا الهوى زينا من صغرنا وحنا عشنا مع بعضنا من حبنا يتعلم الطير مننا الهوى سعفوله كبرنا والهوى كبر ولا حد في الدنيا الشمال مماثل للجنوب الى حد بعيد باستثناء الاصوات يعني في مجال الموسيقى. تعبت انت قوي يا حبيبتي، تحب اساعدك؟ ميرسي يا فؤاد، انت عارف اني بحب اعمل حاجات الولاد بنفسي. سلام، يعني انا ماليش نصيب فيهم ولا ايه؟ ربما نجد هذا في بعض. ارجوك يا فؤاد ما تحملش كلامي اكتر من معناه. تشكيليه او حبيبتي، انا ما اقصدش حاجه، بالعكس انا فعلا شايفك تعبانه في شغل البيت وطلبات الولاد فقلت اساعدك. عايز تساعدني اقفل التلفزيون ده لان صوته ممكن يصحي الولاد. بس كده حاضر، نقفل التلفزيون. يا كاتب، ايه رايك بقى يا حبيبتي نقعد نتكلم مع بعض شويه؟ نتكلم في ايه فؤاد؟ انت مش لسه بتقول ان انا تعبانه وانك عايز تساعدني؟ ما طبعا، ما انت طول النهار بره، مش عارف قد ايه شغله الولاد متعبه. انا يا دوبك هسخن البيبيرونا واكلهم وانام على طول. هتنامي معاهم برضو؟ طبعا، ولا عايزني انام جنبك في اوضتك واسيبهم هم يتفلقوا من العياط لحد ما احس بيهم؟ هي اوضتي انا لوحدي يا اميمه. اسفه يا فؤاد، اوضتنا احنا الاثنين. زلت لسان، ممكن بقى اروح اخلص شغلي؟ إلا عندما تعرضنا إسبانيا هذه الوثائق المهمة جدا لبيكاسو، مضافا مواصلات رعات اللازمة. كانوا هم في المطعم أو في مقهى قاعدين مع زملائهم وهو بيتكلم، بيقعد يشخبط في قلم معاه على أي ورقة. قولي بقى،
عامل ايه يا جن انت يا ابو عين دايما؟ لا ما تخافش عليا يا عبد، ابنك قدها وقدود ما يتخافش عليه. ما هو ده اللي مخوفني، انا اصلك انت هتفضل طول عمرك في عيني الواد الجن الشقي الصغير لطفي اللي انا اعرفه. طب ما انا لازم ابقى الواد الجن الشقي الصغير ابو عيد زايغه، مش ابنك بقى ولا ايه؟ اخ بس اعمل ايه بقى، هفضل طول عمري قلقان عليكم. اسمع يا ابني، انا عايزك في يوم من الايام تحل محلي هنا. جريه يا استاذ عبد المعطي، انت مالك واخدها دراما قوي كده ليه؟ عشان خاطر يا ابني خد بالك من نفسك، انا عايزك تشيل عني شويه. معقول الكلام ده؟ كل ده كاتمه في قلبك ومش عايز تقول لي؟ عبد المعطي اتكلم، ما تخافش، قول سرك في بير مالوش قرار، ما انا عارفك ابويا بقى. ابوك فعلا، بس تعرف انت مش هتعرف قيمه كلمه ابويا دي الا لما يوم في الايام تتجوز وتخلف ويجي لك عيل ويقول لك يا بابا. لا انا لسه بدري عليا قوي. انا بقى الظاهر اللي اتاخرت قوي، بس اللي عايزك تعرفه ان انا عمري في حياتي ما عشت الا ليكم وبيكم. مالك يا بابا، في ايه بجد؟ بصراحة يا ابني مش عارف انا جبت الكلام ده منين، بس كل اللي اعرفه ان انا قلقان عليك جدا وقلقان عليك كلكم. احنا زي الفل والنرجس والياسمين وميت ورد وعليهم عشرة كمان. ما هو كلامك الخايب ده هو اللي قلقني عليكم يا ابني. انا عايزك تفهم حاجة مهمة جدا، انا اذا كنت عايش لكم النهاردة مش عارف هيحصل لي ايه بكرة. لا بقى انت النهاردة مش طبيعي بجد. عبد معطي في حاجة حصلت؟ مش عارف يا ابني اذا كان في حاجه حصلت ولا لا، بس الحاجه اللي انا عايزك تعرفها، انا عمري في حياتي ما حبيت غيرك، انت واختك وامك. بس امك دي بقى حاجه تانية، دي عمري كله، ده هي الماضي والحاضر والمستقبل. مالك يا ابني بتبص لي كده ليه؟ الحاجه اللي انت لازم تفهمها يا ابني ان انا في حياتي كلها ما فيش غيرك انت واختك وامك. انا بحبك قوي يا بابا. وانا كمان بحبك قوي. ماليش دعوه بقى، المهم ان انا بحبك وخلاص. يلا يا ادي نصاب، يلا يلا روح ذاكر انت بقى. يلا. حاضر يا بابا. حل محلي جي لآخر الزمن. قول يا عبد الحميد اديها. ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين. ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين. وعشان نموت كل الرضا ومات روحنا يا بنتي. لا دي مش عمايل ابدا، ازاي تحرميه من ولاد؟ وده حرام عليكي يا ماما. انا مش بحرمه من الولاد، انا بحافظ له عليهم، بس كتير قوي الكلام ده يا ماما. انا بقلق عليهم قوي، وحضرتك اكتر واحده لازم تعذريني، خصوصا ان انا جبتهم بعد عذاب. يا حبيبتي خلي توكالك على الله، ده هو الحافظ الحارس. ونعمه بالله انا ما قلتش حاجه، بس لازم اكون حريصه واحتاط. انا مش فاهمه ده يضايقكم في ايه بس. طيب ممكن تسمحي لي اخش اشوفهم ولا تخافي عليهم مني؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ ايوه يا اميمه، اخوك اسماعيل زعلان منك قوي واخد على خاطره. ليه بقى؟ عشان ساعه ما جاي بوسهم صرختي في وشه زي ما يكون هياكلهم ولا ناوي يأذيهم. ايوه طبعا حبك يبوسهم، يعني العيال لسه صغيرين ومقاومتهم ضعيفه، نفرض عنده انفلونزا ولا اي مرض يوم يعديلي ولادي. يا معلم عزم، لا انا متشكر جدا جدا، لا البضاعه جت دي جت قبل ميعادها بيومين كمان.
بس البضاعه المره دي بقى حاجه قلصته جدا. حاجه سبيشال. ربنا يخليك ليا. لا ما انا عارف طبعا، انا بس حبيت اقول لك، اصل خدت بالي اذونات التسليم ما جاتش معاك. لا طبعا طبعا، الثقه متبادله يا معلم. لا لا طبعا طبعا، متشكر قوي، انا بس حبيت الفت نظرك يعني. شكرا، مع السلامه. ايوه يا فندم، البضاعة حضرتك اتحطت كلها في الثلاجات، بس يا فندم التغليف المرة دي غير أي مرة. ايوه ايوه، أصل المرة دي البضاعة جاية سبيشال. أصل المعلم المرة دي عايز يصالحنا، علشان كده بعت لنا بضاعة وصاية. عارف البضاعة دي ما تلاقيهاش في أي لوكان ده خمس نجوم. طب على كده يا فندم يا ريت يبعت منها على طول. طبعا طبعا طبعا، هيبعت منها على طول. أنا أصلي عندي أسلوب في التعامل مع الناس ما يخيبش أبدا. انا حاسس ان انا حطيته في جيبي الصغير. ايوه يا فندم، بس ساعتك عارف الخساره اللي سببها لنا لما اتاخر في الطلبيه اللي فاتت، وساعتك عارف ان كلنا زعلنا لاننا منتميين للمكان. عظيم، هو ده الاحساس القومي اللي انا عايزه يبقى موجود فيكم، احساس بالانتماء للمكان والزمان. الاحساس ده لازم يبقى موجود فيكم انتوا كمثل الغلات، في السفرجيه، في الطباخين جوه. هو ده الاحساس اللي لازم ننميه في كل الافراد اللي بيتعاملوا مع هذا الرستوران. على فكرة أنا عندي إحساس كمان إن المعلم نفسه حاسس بإنه منتمي لهذا المكان. والله يا فندم ربنا يزيد سعادتك يا فندم. يا ابني الإدارة دي أصلها فن، وأنا عندي موهبة الإدارة، موهبة فن الإدارة. دي المسألة مش بسيطة، كمان أسلوب التعامل مع الناس ده حاجة مش سهلة يا ابني، لازم تفهموها كويس. أنت عارف لولا إن أنا حاطط المعلم في جيبي الصغير كان زمانه خرب بيتنا. والإحساس بالانتماء اللي أنا عايزه يبقى موجود في المطعم. بص عليك كيف أنا خضيتني، مش كنت تعمل أي صوت وأنت داخل؟ خلاص يا حبيبتي، المرة جاية وأنا داخل هغني لك يا شمس قلبي وظله يا فرحة عمري كله. يا شمس قلبي وظله يا فرحة عمري كله، يا فرحة عمري كله كله. والله انت رايق. طب وماله وماله لما اكون رايق؟ بقولك يا أميمة، ايه رأيك لو نجيب مامتك تقعد مع الولاد بكرة ونخرج انا وانت نتفسح شوية نغير جو زي زمان؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا فؤاد؟ بقى عايز نسيب الولاد لوحدهم في البيت حتى لو ماما موجوده؟ لا طبعا، ممكن يحصل لهم حاجه وحشه، ممكن حريقه تحصل في الشقه او حرام يجي يسرقه. يا ساتر يا رب، حرام عليكي، ما تقوليش كده. لو حطيتي في اعتبارك الاحتمالات دي بقى عمرك ما تخرجي من البيت. يا فؤاد يا فؤاد، انت ازاي عايز نسيب الولاد؟ نفرض حد فيهم سخن ولا التاني مثلا قعد يعيط لو ما لقانيش، اسيبه بقى يتفلق من عياط لحد ما ارجع؟ ما هو علشان كده يا اميمه يا حبيبتي بقول مامتك هتيجي تقعد معاهم. يا اميمه يا أميمة، أنا نفسي نقعد نتكلم مع بعض ونخرج مع بعض، حاجة كده زي اللي كانت بتحصل زمان. إيه يا فؤاد، هو أنت عيل صغير عايز تدردش مع أي حد؟ انزل دردش مع حد من أصحابك، خلاص اتحلت المشكلة. أوكي يا فندم، خلاص. حاضر يا فندم، ماشي. فين صاحب المحل؟ أنا يا فندم المسؤول هنا. ما تنزلناش يا حبيبي، إحنا عايزين صاحب المحل. سيادتك واللي معاك عايزين إيه؟ غدا؟ عشاء؟ درينك؟ أي خدمة؟ لا يا حبيبي، إحنا من الصحة. صحة؟ صحة؟ هو ده الجواز وإلا فلا. Thank you.
اسطى يا اسطى. حد يسيب الرأس اللي لا كان ولا حيكون ولا كان ممكن يكون في يوم من الأيام ورد على التليفون. مش ممكن يا حبيبي تكون حاجة مهمة؟ حبيبتي ده أكيد المطعم عايزين يطمنوني على الإيرادات العالية اللي بيجيبها كل يوم. لا لا أنا خايفة تكون حاجة مهمة، ده أنا مش مطمن. يا بنت الحلال سيبيه بس. ألو؟ أيوة؟ دي واحدة مطعم شفتي بيضربوا كمان التعظيم سلام. ايوه يا حبيبي عملتوا كم مليون النهارده؟ ايه يا نهار اسود، دي مصيبه يا استاذ عبد المعطي. وخدوا المتر مصطفى يا فندم الحاجات اللي في الثلاجات خدوها كمان. ايوه يا استاذ عبد المعطي، وقالوا ان كل الاكل الموجود فاسد وانتهت مده صلاحيته. انتهت مده صلاحيته؟ ده انا اللي انتهت مده صلاحيته. والعمل ايه يا فندم؟ مالكوش دعوه، انا هتصرف في كل حاجه. ده المتر مصطفى يا فندم كانت الدموع هتنزل من عينيه وهم ساحبينه معاهم. متر مصطفى الدموع نزل من عينيه؟ انتوا لسه ما شفتنيش لمالتم كمان. معلش معلش عملوها ولاد ليه؟ مين دول يا استاذ عبد المنصور؟ انت مالك انت؟ المهم المطعم هيمشي زي ما هو، وانتوا كمان هتيجوا في مواعيدكم. والمتر مصطفى يا فندم؟ انت نازل عليك عفريت اسمه المتر مصطفى؟ المتر مصطفى انت مالك انت والمتر مصطفى؟ خلاص هو مرمي في التخشيبه، هو غير له جو يومين. مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ دي مش على عوايدي خالص، سرحانة على طول. انا مش وحشة يا ازهر، صدقيني انا مش وحشة. انتي احلى بنوته في الدنيا، مين ده اللي يقدر يقول عليكي وحشه؟ انتي يا ازهر. انا اقول على اختي الصغيره اللي زي القمر وحشه؟ يا ريتني انا كنت في نص جمالك. انتي مش فاهمه حاجه ولا هتفهمي. في ايه يا نرجس اتكلمي؟ مفيش يا أزهر. هو إيه اللي مفيش؟ مش معقولة حالتك دي وعايزاني أسكت؟ في إيه اتكلمي؟ كل أقدر أقوله لك إني عمري ما فكرت أزعلك في يوم من الأيام. أنا طول عمري عايشة معاكي ومع ماما سنية، من يوم ما بابا وماما سافروا وإنتي أختي وأمي وأبويا. انا يوم ما شفتك بتعيطي قدام ماما سنية كان هاني علي ابيع عمري كله عشانك. سامحيني يا ازهر، سامحيني. هو ايه حكايتك اليومين دول؟ كل ما تكلميني سامحيني سامحيني. في ايه اتكلمي؟ في اللي مش بايدي وبايدك، في اللي ممكن يفرق بيننا. هو ايه اللي ممكن يفرق بيننا؟ مش هيفرق بيننا غير الموت. بعد الشر عليكي، اوعي اسمع منك الكلمه دي تاني، اوعي. فين نرجس بتاع زمان؟ فين منقرتك ليا؟ فين ده كله من زمان؟ ما عدتش قادره اضحك خلاص يا ازهر. اضحك ازاي وانا شايفه الحزن في عيونك؟ اضحك ازاي وانا شايفاكي كل يوم بتنامي ودمعتك على خدك؟ انسي الموضوع ده عشان انا كمان قربت انساه. بحبي يا زهر. يا حبيبتي هو ده اللي لازم يحصل؟ يا حبيبتي ده اللي لازم يحصل في سنك؟ يعني هتقدري؟ هقدر على ايه؟ تنزي مازن
طبعا لازم انسى. يا حبيبتي يا أزهر، انت ايه حكايتك بالظبط؟ معقوله كل ده عشان موضوع مازن؟ لا، وماله مازن؟ مازن ملوش دعوه باي حاجه خالص. انت هتجننيني يا بنت انت. خلاص بقى انسي، انسي مازن وايام مازن. يا ريت يا أزهر، يا ريت فعلا تنسي مازن وايام مازن.